بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد إن شاء الله علينا جميعا. النهاردة هيكون اللقاء الحداشر. اللقاء الحداشر لينا في دراستنا عن تاريخ مصر أو في كلامنا عن تاريخ مصر. الحقيقة المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على المؤامرة اللي دبرت على في نهاية عهد أمن منحات الأول وإزاي أمن منحات نقل الحكم من بعده لابنه سنوسرت الأول اللي كان من طرق انتقال العرش الجديدة إشراك الولد ده ما في الحكم، وإزاي الولد ده كان مع ابوه تابع له، وازاي ان الولد ده بعد ما انتقل له العرش نقل الكلام او حب يوصل رساله باللي هو اتعلمه او اللي هو كان عارفه عن المؤامره اللي اتدبرت عن ابوه، ولكن في نفس الوقت وصل رساله بان خلوا بالكم انا واد جدع، انا واد مش هعمل حاجه، مش هضايق حد، مش هقول حاجه، ولكن همشي الامور. وعرفنا ان سنوسرت قدر انه يوصل الى مناطق حدود النوبه كاش، وقدر انه يسيطر على الامور تماما لدرجه انه قال انا كنت صنوة لجحوتي في العداله والكتابه، يعني كنت حكيم زي جحوتي. كنت صنوة هنا سن بالهيروغليف اللي هي الاخ او الصنو، يعني حتى بالعربي دلوقتي الصنو اللي هو صنو يعني صديقي او الشخص المقرب كانه الاخ ليا. الحقيقه هو نجح تماما في انه يسيطر على البلاد. لقينا الامور بيحاول انه يمسك العواصم المهمه، دخل الكرنك بعد ابوه وعمل مقصوره حط فيها اقاليم مصر، والمقصوره هنا مهمه جدا لانه عاوز يقول حكمي فين. دخل على مدينه مصريه من اهم المدن واحتفل فيها بالعيد الثلاثيني او عيد الحبس، معلش ما بحبش انا بعيد السبت ما بحبش كلمه الثلاثيني، يمكن دي انا اسف عليها، ولكن احتفل في العيد واقام مسله في وسط المعبد بتاع اتوم، مدينة مسلة سنوسرت في المطرية. راح لأبيدوس وعمل في أبيدوس شغل عمل سنوسرت الأول، شغل في أبيدوس. إذن هو نوع من أنواع السيطرة والهيمنة على الأماكن، محاولة إن أنا أقول إن أنا متواجد، إن الملك قوي. وصل إلى حدود لبنان ولقينا إشارات في جوبيل ولبنان لحكام مصريين، لكن سنوسرت الأول بعد حكمه استمرت الأمور هادية. لكن الحاجة الغريبة اللي حصلت أيام سنوسرت هي ان حكام الاقاليم حصلوا على شيء من النفوذ ربما برضا الملوك، يعني انت الملك هيتوسع ربما برضا الملوك. يعني ادخل مقبره اميني اللي هو امن منحات اللي هي اول مقبره بتزورها على ايدينا الشمال، للي منكم شرفني في الزياره لما عملنا بني لما عملنا المنهم كمان 3-4 مرات السنه اللي فاتت في اقل من شهرين. لما رحنا شفنا على باب المقبره من بره خرطوش كبير موجود فيه وللمره الاولى الالقاب الخمسه لسنوسرت الاول من اول، لكن لقينا امن منحات جوه بيقول ايه؟ بيقول على نفسه امن منحات انا ما ضربتش ارمله وما اهنتش يتيم، ما كانش بين قومي جعان ولا عطشان. ده حاكم بني حسن. والاهم من ده كله ان لما نقرا نصوص المقبره من جوه واحنا بنشتغل كان كلفت النظر احد زملائنا مره كنا بنقراه انه كان بيقول بعد سنوات من وصولي كحاكم لكذا، الراجل كان بيؤرخ الاحداث اللي بتتم في بني حسن بحكمه هو، مش بحكم الملك، وده كان بالنسبه لنا شيء مش سهل او شيء يعني يخض شويه. لكن ما ننكرش ان المكتسبات اللي خدتها مصر وبقوه ايام سنوسرت الاول ادت الى حاله من النهضه. النهضه دي ظهرت امتى؟ ظهرت مع امن منحات 2 وسنوسرت 2. خلوا بالكم الاسره 12 لطيفه شويه، امن منحات يجيب سنوسرت 1، امن منحات يجيب سنوسرت 2، سنوسرت يجيب امن منحات، دول 3، بعد كده يجي لي امن منحات 4، وملك بيجي اسمه مش محدد، ثم تيجي سبك حطب او سبك نفيرو اللي هي امراه، واذا وصل الحكم لامراه اتفقنا ان هي لغايه حتشبسوت الاسره بتنتهي عندها. لما جه سنوسرت الثاني وامن منحات الثاني اشتغلوا على حاجه ثانيه، اشتغلوا على البعد الاقتصادي بقوه، فراحوا الى اللاهون راهن، را يعني فم، هن البحيره او حن، فراح حن فم البحيره بقت راهن او لاهون او راهن او لاهونه. اللاهون مش بس هرم سنوسرت الثاني المهم، مش بس مدينه زراعيه، ولكن اهم ما في اللاهون ان الدوار او البيت الكبير اللي مساحته اللي هو حوالي 2700 متر، كان اصلا عارفين البيوت اللي بتطلع في الافلام، لكن لقينا فيها حاجتين بيمثلوا بالنسبه لي اهميه رهيبه اقدر ان انا اشتغل بيها على مصر، وهي 1 الإحصاء للأفراد، لقينا موظفين وشخص بيروح بيقدم ورقة زي دي كده حضراتكم، يروح يقدم الورقة دي ويقول الورقة دي أنا اسمي خالد متجوز وعندي أولاد، ويكتب ويحدد ويجيب ناس تحته تمضي. عارفين حضرتك لما تروح تعمل شهادة وتقدمها يقول لك هات لي الشهادة ممضي عليها من 2 موظفين في الحكومة ومختومة بختم النفط، ده اللي بيحصل في اللاهون.
الجميل كمان ان لقينا فيها برديه، برديه اللاهون واحده من اشهر واعظم البرديات الطبيه المتخصصه، يعني من ضمن الفقرات اللي اقول علاج الاسنان، علاج العيون للبشر وللحيوانات، لدرجه ان عنده علاج كامل للاسنان والعيون للبقر مثلا او للكلاب. لما الامور استقرت والمدينه اتبنت والمدينه اتعمل فيها المشروع الكبير ده وبدا الملوك وبدات الارض الزراعيه تدخل بقوه، جاء منمحه ثلاثه او سنوسرت ثلاثه. سنوسرت ثلاثه بقى لازم اقف عنده. سنوسرت ثلاثه كان ذكي جدا. حكام الاقاليم مع الملوك احنا لعبنا لعبه. اللعبه بتقول ايه؟ بتقول ان الملك قوي وهديكوا القوه بتاعتك، لكن هيبقى ليه شويه نفوذ اتحرك من خلالهم يا اخي. سنوسرت الثالث في مقابل ايه؟ في مقابل ان لما لقى رصاص الموظفين قطع الملك اعبر، فالملك ان قلبه هو قلب الاله يكلمه كانه شيء مولى. راح جاي سنوسرت الثالث بتكشيره وشه، فاكرين تماثيل سنوسرت المكشر كده تكشيره الوش، ويجي سنوسرت الثالث يروح مسيطر على النوبه ويبعت الراجل المشهور حاب جيفاي اللي هنتكلم عليه بعد شويه، ويسيطر على الامور، بل انه يتصور في تمثال له في المتحف المصري اللي رجله مكسوره، التمثال ده البعض مش عارفين يتخيلوا ده رمسيس الثالث راكع. لا انتوا بتقولوا ملك مؤله، ده انا بركع زيكم قدام الاله واتعبد. سنوسرت الثالث كان عبقري في الامر ده. وصل الى مدن فلسطين ولقينا، وصل لحكام جوبيل ولقينا بعض حكام جوبيل بيتصوروا هناك، وصلت العلاقات قويه جدا في ايام وايام سلف وقبليه، لدرجة ان لقينا تمثال لأميرة اسمها ايتا بنت امنمحات الثاني موجود في جوبيل. تمثال ده على هيئة ابو الهول، ويعتقد ان هو اقدم تمثال حتى الان نعرفه الواحدة ستة على هيئة ابو الهول، بعتته لصاحبتها في جوبيل. ولقينا حاكم جوبيل قاعد قدام ملك، هنرى بعد كده انه بيقال انه قد يكون سنوسرت ثلاثة وقد يكون احد ملوك الاسرة 13. يعني العلاقات كانت علاقات مفتوحة. لكن امنمحات الثالث بقى لما جه بعد سنوسرت الثالث اشتغل شغلانه تانية، راح جاي واخد جزء من الفيضان اللي ماشي وراح محوله على منخفض الفيوم من خلال ممرات وسدود تعدي من بحر يوسف اللي بيطلع من اسيوط ويقفل في الفيوم. ولو فاكرين لما كنا بنطلع من اشمونين على تونة عدينا حته قلت لكم ده بحر يوسف اللي ماشي عندي. البحر هنا او الممر ده اتعمل وراح مفتح مدن، والمدن اللي اتبنت والقرى اتبنت على المنخفض ده او الممر الجديد اللي اتعمل، علت المدن اللي حوالي 10 امتار وعملت لي سد اسمه سد اللاهون اللي استصلح 27,000 فدان ارض في وقت. عشان استصلح ارض زراعيه ب 27,000 فدان وبتكلم في القرن العشرين قبل الميلاد، ده يعني شابوه شابوه محترم للناس دول. كمان لازم اربط حاجه مهمه قوي يمكن هتاخد مننا شوية وقت، إن ما كانش هنا هبدأ بيها دلوقتي، ممكن نكملها الفيديو اللي جاي إن شاء الله، وهي القناة الشهيرة اللي اتكلم عنها المؤرخين، قناة سيزوستريس. البعض ريح دماغه وقالوا إن سيزوستريس قالوا إن هو سنوسرتو أمنمحات. هي يمكن كان ليا بحث لطيف كده مع الجمعيات التاريخية كنا اتكلمنا فيه. أرسطو هو أول واحد قال إن اسم سيزوستريس ده هو المسؤول وحددوه. البعض قال إنه سنوسرت، والبعض قال إنه قد يكون سنوسرت الأول أو الثالث، والبعض قال انه رمسيس الثاني، والبعض قال انه قد يكون ملك مصري. ولكن عشان ننهي الامر بس ببساطه، القناه اولا هي تختلف تماما عن قناه السويس. قناه السويس البحرين، لكن القناه دي بتربط النيل بالبحر الاحمر. اسم سيزوستريس من وجهه نظر الشخصيه المتواضعه انه قد يكون اسم مجازي. في فترات العصور المتاخره لما جم الفرس اشتغلوا غيرهم، بدات ان انا دايما اعاملهم بفكره إن مصر موجودة، ده من أيام كذا بعمل كذا، من أيام كذا بعمل كذا، فمن أيام سيزوستريس اللي أنتوا هتسموه يا مؤرخين يا كلاسيكيين سيزوستريس كان عندي مشهد. ولكن هذا الأمر ليس له أدنى علاقة، وربما الربط باسم سيزوستريس كان ربط بفكرة المنخفضات اللي تمت والامور. لكن عشان ابقى عارف ان اقدم من الاشارات المهمه جدا اللي بتتكلم على القناه دي الاربع لوحات المشهورين جدا للملك دارا الاول الفارسي اللي اتعملت لتخليد عمل ذكرى في القناه، منهم واحده بالمناسبه في المتحف المصري على شمال الداخل لما تعدي منه، وواحده منها كشفت عنها الحمله الفرنسيه في منطقه سرابيون في اسماعيليه، والثالثه عند وادي الطميلات، والرابعه اللي مش مكتشفه لغايه دلوقتي لكن هو قال عليها ربما ان يكون مكانها حوالي 6 كيلو للشمال من منطقه السويس. واللوحات زي ما بقول بيحكي فيها اهتمامه بالمشروعات. هيرودوت على فكره اتكلم على القناه دي، والغريبه ان هيرودوت اللي زار 450 قبل الميلاد قال انه اول واحد اشتغل عليه ما قالش سيزوستريس.
سنوسيرت هنا كان ذكي وده بيؤكد فكرته، قال انه نيكاو او نيخاو الثاني. طب ليه ما قالش ان سيزوستريس هو مش عاوز يأصل فكره ان المصريين يقدروا يعملوا شيء مهم؟ ديودور قال ان العهد بدا نيخاو وكمله دارا، يعني الشغل عندي في الاسره دي مهم وشغال جدا بشكل. بل ان امنمحات الثالث لما جه وراح في هوارة وبنى الهرم بتاعه، عمل الهرم بتاعه كمان بالطوب اللبن واتكلم فيه عن المشروعات الزراعية اللي تمت، وقال فيه انه اتعمل جنبه معبد اللي اتكلم عنه هيرودوت واتكلم على 3000 اوضة واتكلم على سترابون وقال انه قصور، وقالوا عليه حدث كبير جدا من الاشارات للحكام. الأسرة 12 زي ما قلت أسرة قوية جدا، وصلت فيها العلاقات مع العالم الخارجي لأقصى الدرجات. لازم أتكلم فيها في الفيديو اللي جاي إن شاء الله على خنوم حطب إبشة سيدنا إبراهيم، علامة استفهام كبيرة إيه علاقة ده بده. لازم أتكلم على سنوهي، لأن سنوهي مرة تانية هتكلم عليه لأنه هيعرفني بلاد الشام كان شكلها إيه. وهكمل معاكم إيه اللي ممكن نقوله كمان على القناة بتاعة ما تسمى قناة سيزوستريس. شكرا جزيلا.